معكم مدرسة إلافو الخاصة، أهلا بكم يا أطفال بدرس جديد من دروس الخبرة اللغوية. اليوم سنتعرف على حرف جديد من أحرف اللغة العربية، سنكتشف هذا الحرف من خلال سماع هذه القصة. قصة الحرف. ذهب طارق مع والدته إلى دكان الألعاب. طلب طارق من ماما أن تشتري له قطة وقطار. أعطت ماما النقود للبائع. قال طارق: شكرا ماما. كلمات القصة: هذا طارق. ماذا طلب طارق من ماما أن تشتري له؟ نعم، قطة. و قطار. قطار. ماذا أعطت ماما البائع؟ نقود. نقود. أطفالي، في هذه الكلمة طارق، قطة، قطار، نقود، يوجد صوت لحرف واحد مشترك. هل تستطيعون أن تميزوا هذا الصوت؟ نعم، اسمعوني إياه. أق 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 أق، حرف أق أق. شكرا لكم يا أطفال. أطفال، بعد أن استمعنا لأحداث القصة وتعرفنا على كلماتها، سوف نقوم بتجريد بعض هذه الكلمات لنتعرف على أشكال حرف أق. تعالوا نشاهد الكلمة الأولى. طارق. كلمة طارق. يا ترى أين أسمع صوت هذا الحرف؟ في أول الكلمة أم في آخر الكلمة؟ فكروا جيدا أطفالي. نعم، في آخر الكلمة. ما شكله؟ كامل، منفصل. شكرا لكم يا أطفال. إذن في الكلمة الأولى كلمة طارق، أتى حرف أق في آخر الكلمة، كامل منفصل، كامل منفصل. تعالوا نشاهد الكلمة الثانية ونجرد الحرف ونتعرف على شكله أيضا. كلمة قطار، أين أسمع صوت الحرف أق أق؟ في أول الكلمة أو في آخر الكلمة؟ نعم، في أول الكلمة. ما شكله؟ متصل أول الكلمة، متصل أول الكلمة. نعم أطفالي، تعرفنا على الشكل الأول لحرف أق كامل منفصل، والشكل الثاني لحرف أق متصل في أول الكلمة. يا ترى ما اسم هذا الحرف؟ ما اسمه؟ نعم، اسمه حرف القاف. أهلا وسهلا بك يا حرف القاف. اسمي حرف القاف، صوتي أق أق. بعض من أشكالي: كامل منفصل، متصل أول الكلمة، نعم. والآن أطفال، بعد أن تعرفنا على الحرف الجديد، اسمه حرف القاف، صوته أق، بعض من أشكاله كامل منفصل،
ومتصل بأول الكلمة. أطفالي، عليكم أن تذكروا لي كلمات تسمعوا فيها صوت حرف القاف. فكروا جيدا أطفالي. نعم، قرد. أحسنت يا صغيرتي. وأيضا قص. نعم. وأيضا دراق. أحسنت. وأيضا قرد. أحسنت يا صغيري. وأيضا يلا بسرعة بسرعة، انتظر الكلمات. قارب. نعم. زورق. نعم. شكرا لكم يا أطفال، شكرا لكم كثيرا يا أحبتي الصغار. إلى اللقاء في الدرس القادم. مع السلامة.